انا شايف الناس في الشرقيه عامله شغل عالي قوي قوي ما شاء الله عليكم، ما اقدرش غير ان انا احييكم. بس لو في عندي اضافه ان انا اضيفها، لكن انا شايف ان انتوا شرحتوا قلتوا كل حاجه والشغل اللي هيتعمل، فانا ما عنديش اي اضافه غير ان انا احيي بس الناس وان انتوا تيجوا من الشرقيه للقاهره في الجو ده والبيحصل ده كله عشان توصلوا صوتكم، وانا عارف ان احنا صوتنا هيوصل في الاخر. ان شاء الله الشغل اللي احنا فيه ده هيسقط على صوتنا ان شاء الله. شكرا لكم. نحن النشطاء المعاونين في المملكة المتحدة، ونحن هنا في مصر الذين يقاتلون من أجل العدالة والمساواة. إن نكون التمييز بحق الشرطة.